مساء الخير، أنا اسمي إبراهيم فرج، ساكن في المساكن المقطم في المحمودية. بعاني من مشكلة إن في تحت البيت مجموعة محلات، فيهم محل بيلم في الزبالة وبيقعد يفرزها، وعندهم معيز وفراخ. وتوجهت لوزارة البيئة وتواصلت معاهم وبعت لهم الصور زي ما بعت لكم كده، ومعايا رقم شكوى من 18-10. مفيش حد حاول يساعدنا فيها، ولا تم الاتصال ولا الكلام دوت. انا ساكن في المقطم بلوك 223 في المحمودية.